السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نبيل رضوان في فيديو جديد من فيديوهات ديال البيولوجيا اميزون. هذا الفيديو هذا غادي يكون انفورماتيف. علاش؟ حيت في هاد لابيريود هادي كيقراو بزاف ديال الاسئلة بخصوص التوجه ديال الطلبة الجداد اللي غادي يديروا بيولوجي ولا اللي غادي يبغيو يبداو يدرسوا هاد الباركور هذا. ومن بين الاسئلة اللي كتوصلني دائما هو ماشي هو ما نقدرش نقول الاسئلة، ولكن تخوفات ديال الطلبة الجداد. ودوك التخوفات منين كيجيو؟ التخوفات كيجيو من ان دوك الناس كيمشيو كيسولوا وحدين اخرين، ولا كيسولوا شي وحدين ما نجحوش في البيولوجي، ولا شي وحدين، ولا دي غومور اللي كدار على البيولوجي، على انها صعيبه، على انها قاصحه، على ان حتى واحد ما كينجح فيها، على ان ما فيها افاق، على بزاف ديال 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 الهضره اللي طبيعه الحال هي هضره غلطه ما عندها حتى شي معنى من الصحه. البيولوجي بالنسبه للي كيسولوا ما صعيباش، وفي نفس الوقت ما سهلاش، وما كنظنش على ان اي باركور راه عادي ديرو راه عادي يكون سهل. الا مشيتي لاستي راه ما سهلاش، راه غادي يكون لازم عليك على انك تبوصي، على انك تخدم. كذلك البيولوجيا اون فوا كتخدم كتنجح. الصعوبية عندنا هنايا، الا امنا بان اي حاجة صعيبة، اي حاجة ما نقدروش ننجحو فيها، راه كنفشلو غير في الدماغ. الا فشلتي في الدماغ راه فشلتي في اي حاجة واحدة اخرى. دونك من الافكار اللي كنصح ان الناس ايفيتيوها هي انه يجي واحد بواحد البريجوجي على ان ديك الماده ولا داك الباركور ولا داك التخصص اللي غادي ندير راه صعيب، وبالتالي الا كان صعيب راه ما غاديش نقدر انني نعطي فيه. هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو ما نسمعوش للناس اللي ما نجحوش، نسولوا الناس اللي ناجحين في داك الدومين، لانهم غادي يعطيونا واحد لونفي، وغادي يعطيونا واحد ديزيدي اللي جداد، وديزيدي اللي غادي يموتيفيونا اننا نخدمه. غاتمشي شي واحد خرج من بريمير اني ديال البيولوجي راه ما غاديش يقول لك راه سهله، غادي يقول لك راه صعيبه وراه ما قدتش عليها، وغادي يقول غادي يحاول يبعدك على داك الدومين. الا كان عندكم غير لونفي، ولا كان عندكم غير حب ديال الماده، ولا باغي داك الدومين على انك تقرا فيه، راه ما كاينش اللي غادي يقول لك راه صعيب وتيفيتيه. ضروري غاتمشي تحارب معاه، فهمتي؟ وكما قلت اي حاجه راه ما سهلاش، راه تمشي دير الدراسه، تمشي دير العربيه راه ما سهلاش، راه غادي ملزم على انك تبوسي بور 3 ans الا بغيتي تنجح. كذلك البيولوجي، الا كنت غادي تمشي تبني مستقبلك على واحد فشل من العام الاول راه غلط. دابا نقولها لك راك غلط، باغي دير بيولوجي عادي ديرها، حيت انت مقتنع بداك الدومين، ماشي بحيث قالوا لك عليه. كاين فرق ما بين تجي خالتك تقول لك سير دير البيولوجي، وانت من ذاتك راسك عاد تقول انا البيولوجي عاجباني، هذا العلم هذا ها شنو فيه واش شنو فيه، ها شنو نقرا واش شنو نقرا، عادي نمشي نتونجاجا فيه، نتونجاجا فيه، عادي نعطي فيه وقتي. اون فوا كتعطي وقتك لشي حاجه راه كتنجح فيها، ما عادش تعطي وقتك لشي حاجه راه ما تنجحش فيها. من عندي انا ننصحك نصيحه، كنت باغي تقرا البيولوجي راه عادي تكون ملزم عليك انك الوقت ديالك كامل تعطيه للبيولوجي. شتي ديك القضيه ديال السرقه، وديك القضيه ديال الصحه، وديك القضيه راه مع البيولوجي راه ما خدامكش داكشي. باش نكونوا واقعيين، حيت ديك الماده كتحتاج الخدمه، كتحتاج ان البنادم يبوصي 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 لا بغى ينجح. كتمشي لافاك، راك كتعاند، راك اون كومبيتيسيون مع اكثر من 600 ولا 700 واحد. يعني باش تبين راسك مورا 600 ولا 700 واحد راه خصك تخدم ديال بصح، لانك عاد تشد ليسونس، عاد يشدو 100 معاك ليسونس، ولكن باش غادي تميز على دوك 100 باش تدخل الماستر. يعني الا ما كانش عندك لي نوت مزيانين، الا ما كانش عندك كذا، الا ما كانش عندك كوم بوتونسيال لانك دوز الماستر، الماستر كيهز فيه غير 30 في شي كليه ولا هكا. يعني الفكره اللي بغيت نقول لك هو ان ما تسمعش لعباد الله. البيولوجي ما صعيباش، ولكن او ميم طون ما ساهلاش، كتحتاج الخدمه، واي حاجه كتحتاج الخدمه باش تنجح فيها وباش توصل فيها. ثاني حاجه هي مساله ديال الافاق. هي عندنا مشكل ديال التوجه وديال التوجيه اون جينيرال، وما كنعرفوش راسنا شنو كنديرو، ولكن الا كنتي كتقلب غير شي شويه عاد تعرف شنو كاين. البيولوجي ماشي ما فيهاش الافاق، وهذه من بين لي غومور اللي دايره بين الطلبه وبين الناس. البيولوجي يمكن لك دير بها بزاف د الحوايج، كاين لي زاندستري فارماسيوتيك، كاين لي زاندستري ديال لاغرو اليمونتير، كاين لي لابوغاتوار، كاين الوظيفه العموميه على الجهد، كاين التعليم، كاين بزاف ديال الامور ما تدار بالبيولوجي وبليسونس بيولوجي ولا بماستر بالبيولوجي. يعني خصك غير تقلب. المفتاح ديال اي حاجه هو انك تخرج وتقلب عليها. كنت عاد تخرج وما تقلبش راه ما تنجحش، طبيعه الحال ما تلقاش، الا ما لقيتيش راه طيح في ديك القضيه ديال ان البيولوجي ما عندهاش افاق، وانت بحد ذاتك راك ما قلبتيش.
ثاني حاجه هي بزاف كيسولوا على شنو غادي نقرا ولا هكا. دابا غادي نقول لكم على كل كيفاش تعرف شنو غادي تقرا في ديك لابيولوجي على حساب كل فاكولتي. المهم تبعوا معايا الخطوه التاليه باش تعرف شنو غادي تقرا. السلام عليكم ورحمة الله. المهم من بعد ما دزنا من الفيديو بريزونطاتيف ديال البيولوجي، دابا غادي نقول لكم كيفاش نوصلوا نعرفوا اشنو كنقراو في هاد البيولوجي. على حساب مدينتك، على حساب البلد فين انت، يمكن لك ببساطة تدخل للسيت ديال الجامعة ولا السيت ديال الكلية، مثلا فاس، اف اس دي ام دار المعراج، اف اس تي فاس، فاكولتي دي سيونس جديدة، فاكولتي دي سيونس ملالية مراكش، فاكولتي ديال قسطنطينة. اي فاكولتي عندها ان سيت ديالها اللي فيه كاع لي زانفورماسيون اللي غادي تحتاج في كل فورماسيون بغيتي دير. باش نوصل ليها كنفتح السيت ديال المؤسسه، كنمشي لواحد لابار فيها فورماسيون، كنبلك عليها كتعطيني فورماسيون ليسونس، فورماسيون كونتينيو ولا فورماسيون فوندامونتال. كتدخل الفورماسيون اللي باغي انت، كتلقى دايرين لك ليسونس ماستر ودكتوراه بحكم ان سيستيم ال ام دي. ليسونس ماستر دكتوراه، كتدخل ليسونس كيعطيك واش اس ام ا، واش اس في اي، اس في تي، اس تي او، وجينيرالمون كتكون اس تي او. الا بغيتي تختار اس تي او كتختار اس تي او، ولكن كتكون اس في اي. انت دير بيولوجيا دير اس في اي. من بعد كيمكن ان السيت يكون فيه ديك لاباز دوني اللي فيها اش تقرا في اس في اي، ولا كيقول لك كيعطيك واحد الفيشي تيليشارجيه. انا هاد الفيشي تيليشارجيته من فاكولتي ديال سيونس ديال جديده باش نشرح لكم شنو كاين. المهم هذه هي 3 سنين ديال 3 زون ديال 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 البيولوجي. كاين كل عام كينقسم لجوج ديال لي سيمستر، جوج ديال الدورات، الدوره الاولى والدوره الثانيه. وكل دوره فيها دي موديول اللي كنسميوهم مواد، اللي كنسميوهم دي موديول. وكل موديول راه كيكون انديبوندون داك الموديول الاخر، ولكن اون جينيرال كل موديل راه كيشكل لك واحد الاضافه. يعني تقرا موديل، واحد الموديل غادي يجي يشكل اضافه عليه باش تفهم البروسيسس كيفاش كيكون ديال لافي كامله ولا ديال الحياه كامله. العام الاول قلنا فيه جوج ديال الدورات، وكل دوره فيها 7 ديال الموديلات. الموديل الاول هو بيولوجي سيلولار، الموديل الثاني امبريولوجي اي استولوجي. كنشير لكم ان البيولوجي سيلولير تقريبا ندير ليه الكور كامل ديال البيولوجي سيلولير، شرحه في لاباج في لاشين يوتيوب. كاينه لومبريولوجي حتى هي درت فيها دي فيديو، كاينه لا جيولوجي جينيرال حتى هي درت فيها دي فيديو. ما درتش كلشي، ولكن المهم باش نعطيكم واحد الفكره اون جينيرال على كيفاش كتتم الامور في العام الاول. كاين المات، كاين الفيزيك، كاين الشيمي، وكاين لونغ تيرمينولوجي. ما تخلعوش، ماشي يقراكمش في اللونغ شي حاجه اللي بيزار، شي حاجه سهله. الدوره الثانيه حتى هي فيها 7 ديال الموديلات. الموديل الاول هو بيولوجي دي زورغانيزم انيمو، اللي كيتقريو فيه الديفلوبمون ولا التطور ديال الحيوانات، كيف كان من الحيوانات الاحاديه الخليه حتى الحيوانات اللي هي كومبلكس ولا متعدده الخلايا. وداك التمشغل كتقراو البيولوجي دي زورغانيزم فيجيتو، حتى هي نفس البرانسيب، التطور ديال النباتات على مر الزمان. كاين لا جيوديناميك اكسترن ولا جيوديناميك انترن، كاين الفيزيك جوج، وكاين الشيمي جوج، يعني الفيزيك الثاني والشيمي الثاني، وكاين اللونغ تيرمينولوجي. هذه هي شنو كيوقع في البروميير اني كامله. غير كتفوت البروميير اني راه كتسهل لك القضيه، حيت الامور كتولي متسانس على انك تتعامل مع 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 القرايه، ومع كيولي سهل على انك تتعامل مع الظروف اللي فين كتقرا انت. الحاجه الثانيه هي لا بيوشيم، هي العام الثاني. العام الثاني حتى هو فيه ما فيهش بعض الموديلات، لان ما كتبقاش كتقرا الفيزيك، ما كتبقاش كتقرا الفيزيك والمات والشيمي، وما كتبقاش كتبقى كتقرا حتى اللونغ، لان كيتقلبوا كيوليو عندك موديلات وحدين اخرين. مثلا لا بيوشيمي ستركتورال، كاينه لا ميكروبيولوجي جينيرال، ليكولوجي جينيرال اللي كيعطيوك دي نوسيون دو باز ديال لا ميكروبيولوجي ولا ديال ليكولوجي جينيرال، ديال ليكولوجي علم البيئه وعلم ديال ليكولوجي جينيرال اون جينيرال. كاين لا تكنيك شيميك بور لا بيولوجي، كاين لا بيوفيزيك، كاين ستاتيستيك. العام الدوره الثانيه في العام الثاني كتقلبوا الموديلات اوسي. كاين لونزيمولوجي اي بيوشيمي ميتابوليك اللي فيها لا فوتوسينتيز، فيها الكليكوكولي لا غليكوليز، كتقراو لا جينيتيك
مونديليان، كاين لا فونيستيك عاود علم ديال النباتات، علم ديال الحيوانات ايضا، ديال لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زانيمو، كاين لا فلوريستيك، لا كلاسيفيكاسيون ديال لي فيجيتو، كاين لا فيزيولوجي انيمال اللي تقراو فيها الكاردياك، كتقراو فيها لي بومون، تقراو فيها بزاف ديال لي سيستيم، اللي كاينين في لوكور هيومان، لو كور ديال لي زانيمو اون جينيرال ماشي غير لومان، كاين لا فيزيولوجي فيجيتال ايضا. العام الثالث هو العام اللي كيكون الخيري الا درتو 3 سنين، كاين اللي كيدير اكثر من 3 سنين 4 سنين، كتكون عنده اني دي ريزيرف، واللي تقراو فيه في الاي 5 هاد لي موديل اللي كيبانوا قدامكم، لا فيزيولوجي، الكرواسونس و ديفلوبمون دي بلونت، ايكولوجي، ليمينولوجي، جينيتيك دي بوبولاسيون، وعاد لا بيولوجي موليكولار. العام الدورة الثانية في العام الثالث كتختلف الأمور، لأنكم كتوليو كتختاروا سميتو التخصص ديالكم، وكيكون عندكم أربعة ديال لي موديل على حسب التخصص اللي اختاريتو. كاين بزاف ديال التخصصات، كاينه بيولوجي موليكولير سيلولير، كاينه فيزيولوجي، كاينه الفارماكولوجي، كاينه البيوتكنولوجي ميكروبيان، ولكن كلشي على حساب لا فاكولتي، كنا فاكولتي شنو فاتحاكم كوم سبيسياليتي. وكيكون عندكم جوج الموديلات اللي هما كيتحسبوا بروجي فان ديتود، يعني كديروا واحد لا ريشيرش اللي كتحسب لكم على شكل جوج موديلات، يعني الا جبتي في الريشيرش 16 راه كيكون عندك جوج ديال 16، 16 في الموديل 37 و16 في الموديل 38. اون جينيرال كاين 38 موديل، هاد 38 موديل مفرقين على 3 سنين، وكل عام كتقراو فيه عدد محدد ديال الموديلات. العام الاول كتقراو 14 موديل، العام الثاني كتقراو 12 موديل، العام الثالث كتقراو 12 موديل. العام الاول خصكم تفاليديو سبعة ديال الموديلات باش تنجحوا وتدوزوا للعام الثاني، الا ما فاليديتوش سبعة ديال الموديلات من غير اللونغ، سبعة ديال الموديلات من غير اللونغ، لان اللونغ ماشي كيتحسب، ما كيعتبروهش واحد الموديل اللي هو اساسي، خصكم تفاليديو الموديلات الاساسيين، سبعة ديال الموديلات اساسيين باش كدوزوا للعام الثاني. يعني لا فاليديتي سبعة في البروميير اني عادي يزيدوك سبعة، غادي يعطيوك سبعة سميتو في الدوزيام اني زائد سبعة ديال البروميير اني اللي بقاو لك. مثلا انا فاليديت بيولوجي سيلولير والامبريولوجي والجيولوجي والماتيماتيك في الاس 1 ها هما اربعه، وفاليديت اربعه نيت في الاس 2 اربعه التوانه بيولوجي وبيولوجي دانيمال وبيولوجي فيجيتال وجيو ديناميك اكستيرن وانترن، عندي 8 ديال الموديلات عادي يعطيوني ندوز للدوزيام اني. في الدوزيام اني في الاس 1 عادي نقرا البيوشيمي الميكروبيولوجي والايكولوجي والتكنيك داناليز شيميك اللي هما اربعه الموديلات، وعادي يعطيوني لا فيزيك ديال الاس ا ولا شيمي ديال الاس ا واللونغ ديال الاس ا بحكم انني ما فاليديتهمش، فهمتي؟ وبهاد القضيه هادي عادي نكون ضمنت انني عادي يعطيوني، عادي نكون عندي، تكون عندي 4 سنين في لافاك، لان عندي لاني دي ريزيرف. هاد لاني دي ريزيرف عادي يبقى كان عادي نقرا فيها داكشي اللي شاط ليا، ماشي من الاول ولكن اللي شاط ليا وما قريتوش. هكا بغيتكم تفكروا القضيه كيفاش كتكون. اون جينيرال هذه هي البيولوجي في 3 سنين، اللي كنتمناو ان كل شيء فاليدي في 3 سنين، ولكن قاصحه القضيه على 3 سنين بحكم ان كيوقعوا بزاف المشاكل. ولكن هذا هو شنو تقراو. هذا هنايا كيعطيو الدوغ اللي هو الدبلوم يونيفرسيتير ديتود يونيفرسيتير جينيرال، كتاخذو في الاس 1 ملي كتفاليدي الاس 1 الاس 2 الاس 3 والاس 4 كيكون عندك الدوغ. ملي كتفاليدي الاس 5 والاس 6 كيولي عندك الليسونس، يعني الدوغ هو عامين في لافاك والليسونس هي 3 سنين في لافاك. من بعد ما كتشد الليسونس كيكون بامكانك انك تدفع للماستر، واللي كتزيد عليه 4 ديال لي سيمستر واحد اخرين، العام الاول والعام الثاني، عامين عندك في الماستر. المهم هنا كيعطيو في السيمستر الاولى شحال تقرا من ساعه في كل موديل، وشنو هو الهدف ديال كل موديل. المهم هادو دي ديتاي تقدروا تلقاوهم في لو سيت باش تعرفوا شنو غادي تقراو وشنو هما كيما كنقولوا لي شابيتر اللي تقرا في كل موديل، وشحال تقرا فيه ساعه، والتيبيات شنو غادي يكون فيهم، والتيديات شنو غادي يكون فيهم، الى ما هو ذلك. المهم هاد الفيشي هذا جبته من لا فاكولتي دي سيونس الجديده، كاين فيها يمكن لكم تدخلوا الفورماسيون تكليكيو على اس في اي وغادي يعطيكم هاد الفيشي هذا الا بغيتو تقراوه. كله كان هذا هو ما يخص البيولوجي في لافاك. نتمنى ان الفيديو يكون فادكم وتكونوا عرفتوا تاخذتوا واحد الفكره عامه على شنو كاين.
النصيحة ليا لكم اللي كنعاودها ونقولها ونعاودها هو ما تسمعوش للناس اللي ما نجحوش في لافاك، حاولوا تسولوا الناس اللي واصلين واللي نجحوا في لافاك، لانهم هما اللي غادي يعطيكم فكرة على شنو كاين في لافاك. ايه انا معاكم بان لافاك ما سهلاش، لافاك قاصحة، البيولوجي حتى هي ما سهلاش، ولكن راه ما صعيباش، لان الا قريتي الا عطيتي وقتك لداكشي اللي باغي دير، كون سيغي سيغتا على انك غادي تنجح، وغادي تنجح بالبيان ديال بصح. كان معكم نبيل رضوان، نتمنى ان الفيديو يكون فاتكم عجبكم، هكا يمكن لكم تطاقيو صحابكم اللي عادة يديروا بيولوجي بريمير اني، عمموا الاستفادة. تشاو تشاو.